السلام عليكم، انا عبد العزيز ساكن في تطوان جامع مزواق، ساكن الدرب المساريف براكه، وانا مده طويله 49 سنه وانا ساكن هنايا، ساكن براكه. وعندنا كنستناو مسؤولين يعملوا لنا شي حاجه، استافدوا شي حاجه، اذا الارض ولا سكنه ولا المهم انا جالس عاطل ما خدام ما والو، جالس مريض وعاد عندي الفسق هنايا، عندي الفسق مريض معاق وعاد عندي خرج لي الفسق هنايا ومريض، عينا نستناو على هذيك وما كيسين عال. دابا عاد جيران كانوا ملي كانت الوالده كان كيجيو لعندها، وكانوا كيجيو لعندها كيس، هي كانت مرا كبيره عندك داو 90 سنه، دابا توفات هذه شي 3 سنين دابا ملي توفات والو، بقيت بوحدي هنايا ما كنتسنى شي حاجه. المهم عند الدوله انا ما عندي جود، ما قريت، ما عندي صحه، ما عندي حتى شي حاجه، وانا هنايا كنرجى الله وكنرجى المسؤولين هادشي اللي كاين. و انت كتشوف الحاله، انا ساكن في البراكه دابا، ما كتحش انت في سكاكو في السخانات كما كيقولوا، محروق وفي الشتوى غرق. كنتمنى والله يكون شي حاجه صافي، من الله كنتمنى، من الله انا ما كنتمناش يمشي حاجه، من المسؤولين هما اللي عند مسؤولين علينا، هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديالنا. اين اللي الضعفاء في حالي، واللي مرض في حالي، واللي كفس مني كاع، اللي مرض اكثر مني انا، مفضين اللي مهرقين اكثر مني. هادشي اللي كان، هادشي اللي عندي انا، اللي كنحس بها انايا، واللي كنحس بها انا، كنقول لكم نتوما غادي عينا نتسناو، عينا نتسناو. جات حكومات، جاو يوم يجيو في الحكومات، ما كاين حتى شي حاجه اللي كنا كنتمناو فيهم. دا مسلمين، هادو كيقولوا مسلمين، هادو كنتمنى منهم شي حاجه، باقي ما كاين منا. عاهدونا قالوا عملوا لنا وصنعوا لنا الشغل، عاهدوا الناس دا الشغل، عاهدوا الناس دا اي حاجه، اللي ناقصين السكن، اللي اي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه، ما شفنا حتى شي حاجه. هم دابا كيقول في 2020، كنتمنوا نتمنى الله يكون شي حاجه في 2020، ما نعرف، ربما والله يعاونهم، الله يوفقهم علينا. وهادشي اللي كاين انتما كتشوف الاعاقه ديالي، الاعاقه كلشي باين، حتى شي حاجه ما مخبع. عطى الله هو هذا، ما نقدر نخدم، ما والو، ما قريناش القرايه، ما قرينا كعقرا من هذا، ما اذا كان يبحث على راسو يمشي يفتش على راسو. هذا انت كتشوف الحاله، وهذا مسؤولين مع ممثلين الشعب كنهضروا معاهم، ملي كيوقفوا علينا كيجيو عندنا كيطقطقوا في البيبان وكيدقوا علينا، انتخبوا علينا وهذا، ولكن دابا حنا كنتخبوا عليهم، ما شفنا حتى شي حال. عينا نتخبوا حنا، عينا نتخبوا، حتى شي حاجه مال، ما شفنا حتى شي حاجه مال الناس هذو. الجيران ديالي مساكن عاو كيعملوا الجهد ديالهم اكثر من الجهد معايا، والمسؤولين ما كيعملوا حتى حاجه، حتى حاجه ما كيعملوها، لا ليا ولا لغيري، حتى شي واحد ما كيعملوا شي حاجه. ما عينا نهضروا، عينا نتكلموا، ما دابا السلطه الرابعه هي اللي خصنا، هي اللي وقام معنا، هي هذه السلطه الرابعه هي اللي خصها توقع معنا وتبلغ الكلام ديالنا والمسائل ديالنا، المعاناه ديالنا وهذه. وهادشي اللي كاين، السلام عليكم، طب الله يكون خير. السلام عليكم، انا رحيم ابو عزه، فاعله جمعويه في حي جامع مزواق. حسينين اللي شاف هذا الفيديو هذا يجي يتعاون مع عبد العزيز، لان عبد العزيز واخا ما كيجينا حتى شي حاجه، هو ولد الحومه ديالنا، هو الاخ ديالنا. المهم كنتمنى باش نعاونوه وباش نوقفوا معاه، لان كتشوفوا هاد الميكا هذه اللي هنايا، اذا حيدتوها غادي تنصدموا. هاد الميكا عملها غير باش ما يهبطش عليه داك التراب وداك الشيء، انا ما يطلي دابا عاد راه كارثه تماك، غير الزنك وشي، المهم داك الشيء زعما لا حول ولا قوه الا بالله، ما عندك ما تشوف. والله يحفظ، شي نهار طيح عليه هاد البراكه، شي نهار طيح عليه هاد البراكه وزدقوا شي حاجه ماشي هي هذيك. كنتمنى منكم اللي شاف هاد الفيديو يبارطاجيه، ويوصل على الله يوصل شي محسن ولا شي واحد اللي يقدر يتعاون معاه. وبالنسبه للمستشارين الجماعيين ديالنا كنقول لهم، اللي كيمثلوا حي جامع المزواق حشومه عليكم، عيب وعرك، انتم المستشارين ديالنا وكتمثلونا في ديك في ديك الجماعه، كنقول لكم عاوتاني مره حشومه وعيب وعار عليكم، كنشوفوكم من انتخابات انتخابات، وكنقول لكم من هذا المنبر اخبرونا، ما باقي كاع حتى شي واحد غيصوت عليكم من جامع مزواق، لان مجموعه الكذابين ما بقى حتى شي واحد كيثق بكم، غير كتنجحوا كيعطوكم بان صافي دوسو، ما كيبقى حتى شي واحد يشوفكم، حشومه عيب وعار عليكم كممثلين الاحياء في الجماعه. السلام عليكم، انا السيد عبد العزيز، انتم
بصراحة الله كتشوفوا الحالة ديالو لا يرطال ما مهم عندك ما تخاف على السقوف صراحة الله اللي كنجلس معاه هنايا وبركة غاب تراب وكاملة مشقوقة واش أي واحد يقدر يرضى على نفس ديالو هاد المسؤولين هادو واش يقدروا يجيو يجلسوا هنايا وينعس هنا هاد المسؤول هذا أي مسؤول هنايا في المغرب كامل أي مسؤول واش نعرفوا أنه هو يقدر يجي يجلس هنا وينعس ينعس غير شي حاجة هنا ينعس حيت المسؤولين ديالنا صراحة الله مزيانين خدامين صراحة الله خدامين وكنشوفوهم كيخدموا كيخدموا المصالح اللي بغاو هما ولا المعاق ولا المحتاج ولا المسكين ولا أي حاجة راه هذاك عندهم 100 صراحة الله ودابا حشومة عيبنا حنا 2020 وباقي برارك في حايدة وباقي الإنسان ضايع أما المسائل في حادية ما كيش اللي كيفتش نبدوها غير مرشح دابا أخر 50 سنة تقريبا تعود 40 سنة كل 5 سنين كيشي مرشح جا المرشح عنده السلوم انتخبوا ليا عمل العمارة جا السلوم عنده القط عمل السبع كل أي مرشح كيجي كيضحك علينا هنايا صراحة الله كل مرشح كيدخل حتى الإحصاء جا كيجي وكيضحكوا عليه كيهبط تما كيقولوا له حنا غنعدلوا لك كل مرشح كيدخل هنا كيتأسف صافي حنا غنعدلوا لك وغا خاطرك صافي إن شاء الله عدوك يجوز ديك الانتخابات شبار الطيارة الخاصة ديالهم مشى يجوز باقي متمع فين عبد العزيز باقي تحت البراكة هادشي هذايا صراحة الله عايب وحشومة اللي 2020 حنا باقي عايشين هاد السيستيم هذايا سمعتيني هذا ما هادي ماشي صراحة الله ما نكذبش عليك لا حول ولا قوة الا بالله على كل شاب حنا كنشوفوا هاد الحالة هادي اللي واش هاد المسؤولين ما كيشوف كل شاب كيعلق راسو كل شاب كيسيب راسو كل شاب كينتحر كل شاب بزاف هادشي هذا بزاف صراحة الله أنا بصحتي ومعاق من الجين ديالي صافي احنا خدامين كنا خدامين في المنطقة واقفين جالسين صراحة الله ما نكذبش عليك جالسين معاقين من الجيم ديالنا المهم الحمد لله المهم احنا اللي خصنا نشوفوا هاد المسؤولين هادو ما خصو يفتحوا عينو معانا صافي هو اللي كلا واللي شبع مبرع جالس في كلشي كليما جالس طوموبيل ديمار عليك طوموبيل يخرج ما كيتسوق ولا عامل ولا حتى شي حاجة ما كاينش الصراحة الله هاد الشعب هذا كنحسبوه حاسبينه بعودة ولا حشرات والحق حاجة واحدة اللي خصنا 2020 قربت وباقي هاد الحالة هادي اللي باقي حيت انا دابا كانوا المسؤولين هما السياسيين هادو اللي كيشوفوا من خمس سنين اللي حنايا كنمشيو معاهم بالحملات والتصاور ديالهم ها هما وكنصدموا عليهم حنا على التصاور ديالهم غا 10 ايام ولا 3 ايام هما صادمين علينا مدى الحياة ديالهم ها هما صادمين علينا حنا ديما في قاعة السلطان صافي هما هم مرعين مع راسهم دابا هاكا الرباط تجبروا ماشي عندك يتمسكن ويطبطب عليك ويلا تخرج شني خصك ويجي يطبعك هيدا يعطيك واحد المبلغ هيدا بان صافي هو مزيان كيخدم سمعتيني هادو هما كاملين هاد السياسي لينا كلشي خصو يحايد وكنوصين صراحة الله ما خصو يخرج حتى شي واحد ينتخب هاد الانتخاب ما كاينش هاد خصو يبقى من في الدار ديالو هاد الشعب هذا خصو يعيق شحال هاد الشعب هذايا كل 5 سنين يجي كل كيعمل بعد كيخرج هو يعمل واحد اخر عاود فحالو عاود يشبع المهم هادي ماشي عند هادي المهم سمحوا لنا والله يرحم الوالدين كانوا جن صراحة الله المحسنين يوقفوا مع هاد السيد هذايا حيت مسكين صراحة الله الحالة ديالو شوية لا جسديا ولا ماديا ما عنده صحة ما عنده حتى شي حاجة السلام عليكم.